اليوم على ماذا بنيت نسبة التسليم؟ يا أخي أنا لا أريد أن أصرح غير طيب السؤال السؤال غير قابل للتصريح. اعطيني تحليلات. لا عشان كنت صادق الحين في الإبل مو يجي يا حبيبي يا أبو محمد أبو محمد أبو محمد التسعين في المية مبنية على دراسة أو على اعتقاد. أنت وين الدراسة اللي تقول 90% غلط؟ عطنيها. أنت أترسة. أنت جايب المعلومة. تكتبون غلط. أنت المعلومة. قلناها على البرنامج. طيب بس عطني أنت. أقول بعض اللي يصرحون. أنت كيف تعرف؟ 90% يصرح الواحد. اللي يصرحون. 90% ذي اللي يصرحون أنا كذا مجازي أنا يا أخي على كيفي ما دام. لا 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 لا, 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 لا على كيفك لا. إيه؟ على كيفك لا. أعطيني السؤال. أنت كم بيعتك؟ أعطيني السؤال. أعطيني الرجل هذا قال 10% الرجل والرجل قال 2% هذا اللي شاف. كلها مغلوطة. أنت تقول 90% مغلوطة. على ماذا اعتمدت يا إبراهيم الرويس؟ عندك دراسة من يا حبيبي غير محوكم غير محوكم. أنا أقول حوكم القطاع حتى يتلاشى هذا الشيء. أعطيني السؤال. أنت لا تجي بداية كلامي وتمسك لي على تسليم. يا أبو محمد يا أبو محمد يا أبو محمد يا أبو محمد. اسمع 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 يا شباب. ترى لو سمح لو سمح لو سمحتوا جميعا بس عشان نعرف نسمع ونعرف انت ترى اذا ما صار فيه اذا ما صار فيه اداب للحوار يا العوده اذا ما اعطيتنا فرصه احنا نرد عليك ونسمع منك انت بتخرب الحلقه باي طريقه. اسمعني اسمعني خلنا اقول لك أنا ما خرب انت لا لا اسلوبك انت بتخرب الحلقه المساله راكان تبي تتناقض مع الراب الابل يقول انت الفاتح المصلح المحدث ويشكر فيني طول ذا والرجال اللي جنبك وانت الان تقول لي غير مصلح مفسد وهذا يقول ما عرفناه انت تناقض جاوب على كل سؤال يعطيك اياه الرجال انا صادق لا تاخذنا بصوت انا صادق يا ابو انا ما عرفتك الا مع البلي انا ما صادق لو سمحتوا عرفتك فين انا اقول اشتريت لك ابن عرفنا غير ما نعرفك لو سمحت كاتب لي شيء انا ما قلته اعطوني المقطع انت جبني اعرفك انا ما عرفت لو سمحتوا طريقه اداره المساحات تختلف عن طريقه برنامجنا لو سمحتوا اللي عنده سؤال لو سمحتوا اللي عنده سؤال يجي له وقت ويسأل هذا السؤال 100% والشخص اللي بيتحدث نسمع منه لحد ما يحط نقطة آخر الكلام عشان نتداخل معه. كان عندي سؤال وبقوله الآن. ابن عودة في كلامك خلط بين الأفكار والاقتراحات والتطلعات والأمنيات مع سردك لمعلومات غير صحيحة. وش غير صحيح قله لا تمسك على 90% التطفيف خلي كمل كلمني انا ما يخصك كلمني عن اشداد التطفيف عن لا لا اتكلم عن السوق الحين لا كلمني عن اشداد ما هذا يخصك اشداد التطفيف لا يستطيع حتى قاضي المحكمة الوصول إليه التطفيف كيف ما هو التطفيف اللي تطفيف التطفيف انك اذا جيت تاخذ من الناس تشتري تبخسهم واذا جيت تبيع ترفع السعر هذا هو التطفيف هذا الذين يقتلون على ويل للمطففين انت هذا القران هذا نتبعه هنا ونتبع معليش هذه الذين حاجة. اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم ما اعرف ايش وزنوهم يقسطون او وزنوهم يقسطون انا لما اجي ابيعك بكره ابيعك يا مليونين بكره تبي تبيعني اخذها ب 500000 اقول له السوق ميت السوق كذا لما يحكم القطاع هذا ينتهي هذا اللي انا اقوله حمايه لنا كلنا من هم المطففين في نظرك من هم المطففين انت انا لا افصل طيب دقيقه من هم يبغون يقول المطففين دقيقه الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين من هم المطففين في نظرك لا بس ما فيك تغير ويل للمطففين وغيره هل هذه ظاهره قران هذا ظاهره هذا الله اللي تعرف واحد عن صلاه الله تعالى اللي يقول تقول لي من هم المطففين الربع يا الربع قولوا لا اله الا الله تفضل يا ابو محمد الربع حاملين عليه من كلنا كلنا شوف وصلت الفكره غلط العراب محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد غالي ابو محمد انت غالي خالد انا نبغى كل واحد ياخذ ويعطيه مع ابو هم يبون الله يطول عمره لا احد يطول علينا كلنا عندنا اسئله اسعار كل شيء لحظه يا ابو لا عندنا اسئله لك في خالد كلامك هذا اللي موجود عندنا يا اخي كيف اقول كذا وانا ما ادري وش انباع في وادي الدواسر ولا اعرف وش انباع فيها كيف اعطيت النسبه انا اقول اللي تصل لي اذني الناس التي بعضهم 90% من بعض الناس هذه هو يرفع في السعر انت في جمعيه من باب انت في جمعيه ملاك الابل سويت حاجه مثل هذه انت في جمعيه ملاك الابل مو شغل انا ماذا فعلت في جمعيه ملاك الابل مو مسؤول ابو محمد اليوم مو بشغلك نسكر البرنامج ونقوم وخلصنا اذا ما هي بشغلنا عطني وجهه نظرك عطني وجهه نظرك هذه مسؤوليتنا احنا نجاوب احنا نرد هذه مسؤوليتنا احنا اللي احنا نعم. احنا ملاك البل وحنا اهل البل نعم الحين العوده يقول في تطفيف
يحدث في أسواق الإبل تشتري. ما في يعني خالي القطاع. أنت تقول الحين. هل هو خالي أنت؟ هل هو ظاهرة؟ أنت ناقضني. هل في ظاهرة؟ هل هو ظاهرة؟ لكن حنا. طيب ليش كفرت وضخمتها؟ ما كفرت أحد أنا. لا تقول كفرت. أنا أقول أنا قريت. أنت قلت لعم. أنت قلت لعم الأغلب. لا. مطففين. لا اسمع قل لي الله. معروف وش قلت انت؟ عطري كلامك عطري كلامك. انا البرنامج انا بصدق الناس اعرضه. عطري وش قلت؟ عطري وش قلت انت؟ انا اقول ان القطاع غير محوكم. لما يتحوكم القطاع ينتهي منها التطفيف، ينتهي منها العبث، ينتهي منها الغش ولا و و و و التغرير، وينتهي منها الاستغلال، وينتهي كل شيء. تجي تقول من هم المستغلين؟ من هو هذا؟ من هو هذا؟ تبين اتهم الناس؟ ما يصير يا اخي. معارف.